السلام عليكم. ازيكم؟ ناس كتير بتقعد تقول لي انت كل يوم تتكلم على السعوديه، كل يوم تتكلم على امريكا وزياره جو بايدن للسعوديه والكلام ده كله، وغير يعني شوف حاجه جديده. هرجع اقول لك ان انا كل يوم بالفعل بحاول ادور على حاجه جديده، سواء اروح لمقاله عسكريه او سياسيه او حتى اقتصاديه، الاقي الكاتب بيشير لنفس الموضوع تاني، وهو العلاقات السعوديه الامريكيه وزياره جو بايدن للسعوديه ازاي هتغير الدنيا بشكل كبير، ازاي الزياره دي مهمه، واصبح زياره جو بايدن للسعوديه ملف بالغ الاهميه للاعلام الامريكي وحتى الاعلام الغربي. خد بالك الغرب دلوقتي موحد بشكل كبير، يعني لو خدت بالك من القاده الاوروبيين مع امريكا موحدين، شكلهم كده شغالين على ملف واحد، كلهم بينسقوا العمل ما بينهم، ايه اللي شغال على قمه المناخ، ايه اللي شغال على البترول واسعار النفط، ايه اللي بيحارب القضايا الداخليه. بس في الاخر القاده الاوروبيين اصبحوا موحدين بشكل كبير جدا، واصبح في تنسيق ما بينهم بشكل عالي، خاصه بعد حرب روسيا واوكرانيا. والحقيقه النهارده انا معايا جديد بشكل مختلف تماما، لان النهارده هو اليوم الموعود. ايه اليوم الموعود وايه الاخبار اللي انا جايبها لك النهارده؟ هتكون مختلفه شويه. الحقيقه قبل ما اخش في الاخبار وقبل ما اقول لك ايه اللي بنتكلم فيه، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي جديد، وهو وبمناسبه الحروب اللي احنا بنتكلم فيها كل يوم، الحلقه دي برعايه الجنرال. لعبه لسه نازله، وعاوز اقول لك انها لعبه استراتيجيه من المقام الرفيع. لو بتحب الحروب، لو بتحب الخطط والالعاب الاستراتيجيه، هي دي اللعبه اللي ممكن تلعبها. عاوز اقول لك ان اللعبه دي مجانيه تماما، وفي نفس الوقت جواها اكتر من 100 نظام تسليح، اسلحه مصممه كانها حقيقيه بالظبط، يعني غواصات، دبابات، صواريخ، اللي انت عاوزه، حركه الجيوش بتاعتك. واحلى ما في اللعبه ان انت ممكن تكون تحالفات، تلعب انت واصدقائك قصاد ناس تانية، وحط الخطه زي ما انت شايف بالظبط. الاخبار العسكريه اللي انت بتسمعها في الحروب واللي انت شايفه غلط ممكن تصححه في لعبه الجنرال. نزل اللعبه دي دلوقتي لانها مجانيه، واللعبه دي ممكن تلاقيها على متاجر جوجل ومتاجر ابل، وتنزلها زي ما انت عاوز. المفاجاه هنا ان انت بتتكلم اللعبه دي هتديك اول ما تنزلها 13000 قطعه ذهبيه. مش بس كده، هتديك اشتراك في مجلس الامن لمده شهر واحد مجانا. الحق نزل اللعبه عشان العرض ده محطوط لفتره وجيزه. حمل اللعبه واستفيد من العرض، على فكره هتعجبك جدا. ايه هو بقى اليوم الموعود؟ اليوم الموعود يا سيدي هو ان الاتحاد الاوروبي جه الاسبوع اللي فات جه قال لك ايه؟ قال لك احنا هنمنع النفط الروسي بنسبه 90%. من الاخر كده مش عاوزين نفط من روسيا، لان طول ما بوتين بيكسب فلوس الحرب هتفضل مطوله في اوكرانيا، واحنا عاوزين ننهي الحرب دي، فما فيش نفط من عند روسيا، ومش عاوزين نشوف النفط الروسي ده خالص. فاول ما الاتحاد الاوروبي خد القرار ده، اسعار النفط زي ما تقول كده ركبت صاروخ وطلعت، وصلت لكام؟ $119.70 لمزيج برنت، فضلت تطلع لحد ما جينا اواخر يوم الجمعه وقفلت بورصه النفط، لان بورصه النفط بتقفل سبت وحد. فبنهايه يوم الجمعه خلاص البورصه قفلت ومسكت سعر $119.70 للبرميل. وهنا انا بتكلم على مزيج برنت. والحقيقه كل الناس كانت منتظره يوم الاثنين، ايه اللي هيحصل يوم الاثنين، والمزيج برنت هيفتح على كام، والكلام ده كله، لان كل المؤشرات بتقول ان اسعار النفط هتحلق اكتر واكتر. وبالفعل اول ما فتحت بورصه النفط النهارده وصل سعر مزيج برنت ل $121 للبرميل، وكانت زياده غريبه جدا. على فكره هو دلوقتي رجع تاني 119، بس هو اول ما فتح وصل $121 للبرميل. الحقيقه اللي علق على الموضوع ده موقع اسمه اويل برايس. موقع اويل برايس قال لك ايه؟ قال لك خد بالك، اصل اسعار النفط دلوقتي القاع بتاعها بقى $100، يعني مش الصفر، لا، القاع بقى $100. ليه؟ قال لك لو خدت بالك من بدايه حرب روسيا واوكرانيا والاسعار ما كسرتش $100 في الهبوط ابدا، كل مره تنزل 102 103 105، انما تكسر ال100 ده لا، ده بقى القاع او بقى المؤشر بيبتدي من $100 وانت طالع. طب القمه قد ايه، او قمه الاسعار هتصل لقد ايه؟ قال لك مش عارفين، بس واضح كده ان القمه لسه ما اتحددتش، القاع اتحدد والقمه ما اتحددتش، وده هنا خطوره. ليه الاسعار بتطلع بشكل مفاجئ كده؟ الحقيقه الاسعار طلعت النهارده بشكل مفاجئ لكذا سبب. اول سبب ان انت عندك السعوديه زودت اسعار النفط لاسيا، قالت لك اصل الطلب جاي لنا كتير من اسيا، فاي حد عاوز بترول من اسيا بسعر جديد بقى وسعر ازيد من الاول. الطبيعي ان انت لما تزود السعر الطلب يقل شويه. الاغرب ان الطلب زاد النهارده من اسيا، خلاص، وطلب زاد جدا على الخام السعودي بالذات، خاصه من دولتين، دوله اللي هي كوريا الجنوبيه ودوله اليابان، عاوزين النفط السعودي بكميات اكبر من الاول. ده حاجه. تاني حاجة الصين فتحت. الصين اللي هي كانت بتعاني من اثار كورونا، وخلي بالك ان كورونا في الصين ساهم في خفض اسعار النفط اكتر من مرة، كل مرة كان اسعار النفط بتضرب يجي يقولك لا الاقتصاد الصيني هيقفل،
اصل مدينة شنغهاي الصين قافلاها، واضح كده ان الاقتصاد الصيني بيعاني من اغلاق مدينة شنغهاي لان فيروس كورونا عمال ينتشر في الصين بشكل كبير. جميل، الصين فتحت مدينة شنغهاي، وخلي بالك مدينة شنغهاي دي مدينة صناعية كمان، فالاقتصاد الصيني او عجلة الاقتصاد الصيني ابتدت تدور. فالصين هتبتدي تطلب بترول هي كمان بشكل ازيد، وخلي بالك هتطلب كمان من السعودية. خلي بالك السعودية هي اكبر مورد نفط للصين. على فكرة ما بقولكش ان السعودية هي فقط اللي بتورد نفط في العالم كله، بس انا بديك مثل السعودية. فده حاجة تانية تثبت لك ان اسعار النفط بتطلع. الصين عاوزة، اسيا عاوزة، الاكتر ان المفروض موردين النفط يساعدوا الاتحاد الاوروبي ان هو يغطي طلباته من النفط، لان هو منع النفط الروسي، فالمفروض بقى ان المصدرين التانيين يغطوا الطلبات الاوروبية. فانت عندك طلبات خرجت من كل حتة، مع تقليل في الصادرات الروسية، لان روسيا اكيد اكيد مش في يوم وليله هتحول صادراتها اللي كانت رايحه لاوروبا دي تحولها لاسيا. مش هتعرف مش في يوم وليله. وعلى فكره تصدير النفط لاسيا عمليه معقده جدا، خاصه انت بتتكلم ان روسيا تحت عقوبات، فتصدير النفط بتاعها ده مش عمليه سهله. فانت هنا بتتكلم ان انت بتضغط على تصدير روسيا من النفط، وفي نفس الوقت الطلبات عماله تعلى. والاكتر القرار اللي اتاخد من الاتحاد الاوروبي عشان يؤذي روسيا، النهارده روسيا خارجه تقول لك ايه؟ تقول لك احنا بنتوقع زياده ارباحنا من النفط 6 مليار و300 مليون دولار. انا بكلمك على زياده ارباح، انا مش بكلمك على زياده انتاج او زياده تصدير، لا لا، هم بيتكلموا على ريفينيو، ارباح داخله جيوب الروس. لكن هناك ثغره اخرى يلعب عليها الروس. المستهدف هو النفط الروسي بلا شك، ولكن ماذا لو كان ما يباع هو مشتقات أخرى منه كالبنزين، الديزل أو المواد الكيميائية؟ ماذا لو كان التكرير في بلد آخر؟ هنا تختفي معالم النفط الروسي بالكامل تقريبا. تظهر بيانات شركة التبع المفاجأة، شركة ريلاينس اندستريز الهندية تشتري النفط الخام الروسي وتكرره ثم تقوم ببيعه في مختلف الأسواق وحتى في السوق الأمريكية. لم ترد الشركة بشكل قاطع على هذه التقارير، لكن أرقامها كافية. شحناتها اليومية ارتفعت إلى أوروبا بنسبة الثلث، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 40%، وذلك بعد الحرب. على كل، تتوقع مؤسسة كابلر أن الحظر الأوروبي قد يتسبب في انخفاض الإنتاج الروسي بمقدار مليون برميل أخرى يوميا مع دخوله حيز التنفيذ. وانت شايف الروس بيعملوا ايه دلوقتي؟ الاقتصاد الروسي اقتصاد حرب حاليا، يعني اكيد اكيد الفلوس دي بتروح لانتاج اسلحه وصواريخ والكلام ده كله. فالمشهد دلوقتي مشهد كوميدي او كوميديا سوداء. الاتحاد الاوروبي الاذى اللي كان عاوز يلحقه بالاقتصاد الروسي اتاذى بيه، لان روسيا ابتدت الاسعار بتاعت النفط ترتفع فارباحها زادت، وانت بتتكلم اوروبا منعت استيراد النفط فبقت بتدور على نفط دلوقتي ومش لاقي، والاقتصاد بتاعها بيعاني لان الاوروبيين بيستوردوا نفط بكثافه، دي دول صناعيه كبرى، فالموضوع صعب جدا جدا. القرار ده قرار غشيم بامتياز. وهنا انت بتتكلم على القرار ده ما خرجش من دوله واحده، ده خرج من الاتحاد الاوروبي كله. والحقيقه ان اكتر بلد مهدده سياسيا حاليا هي امريكا. نشوف قد ايه، انا ما بكلمكش على الاتحاد الاوروبي اللي عنده مشكله، لا لا، امريكا هي اكتر بلد مهدده سياسيا لان فيها قياده امريكيه ضعيفه جدا، والرئيس بتاعها الاكثر عمرا والاقل شعبيه. ده اللي ادى ان صحيفه زي نيويورك تايمز تنزل تقرير النهارده بتتكلم فيه على جو بايدن ووضعه دلوقتي. بيقول لك ايه؟ خلي بالك انا مش همشي المقاله بالترتيب بتاعها، وهقول لك المقاله حسب ما فهمتها عشان بس لازم تبقى عارف الحته دي. الراجل بيقول لك خلي بالك احنا بنتكلم حاليا على رئيس امريكا، رئيس اقوى دوله في العالم، ويعتبر ان هو اقوى رئيس في العالم كمنصب يعني. بيقول لك الرئيس ده ممكن يقلب فرخه، هو اللي كاتب كده، قال لك الرؤساء بالنسبه للازمات الاقتصاديه بيقلبوا فراخ ويبقى ايديهم مقيده، وتوقع اي قرار مجنون ممكن يتاخد، واي قرارات في مواجهه ازمات اقتصاديه ممكن تتاخد، مفيش اي مشكله، لان الازمات الاقتصاديه دي ممكن تعمل انقلابات سياسيه. شوف بيقول لك قد ايه، انقلابات سياسيه. وقال لك الوضع الحالي حاليا لو خدت بالك منه هتلاقي ان جو بايدن بعد ما اعلن ان هو احتمال يزور السعوديه، وبعد ما اوبك زودت الانتاج بتاعها، وبعد ما السعوديه هتبعت وفود وزاريه لامريكا، برغم كده اسعار النفط عماله تطلع. يعني كل القرارات اللي طلعت دي المفروض الاسعار تنزل، لا ده من ساعه ما تم اعلان القرارات دي كلها، وان جو بايدن خلاص اكيد رايح السعوديه، وان السعوديه بتتفاهم مع امريكا وفي ابواب حوار والكلام ده كله،
الاسعار عماله تطلع. ده هنا في عدم منطقيه، وكل ما الاسعار تطلع ايدين جو بايدن بتتكلبش اكتر. فالراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوضع اللي فيه جو بايدن حاليا يذكرنا بوضع جيمي كارتر. جيمي كارتر ده الرئيس الامريكي السابق. ليه؟ بيقول لك لان جيمي كارتر في 1977 راح زار شاه ايران، وشاه ايران كان ساعتها ملك مش منتخب، يعني ما تمش انتخابه رسميا عشان يبقى ملك، بس كان لقبا كده واخد ملك. دي نفس تقريبا الظروف بتاعه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لان هو يعتبر ديفاكتو او حاكم فعلي بس ما خدش اللقب لسه. نفس المشهد، ان جيمي كارتر راح قابل شاه ايران، وهو هنا بيقولك ان هم راحوا عملوا توست يعني اللي هو يعني بيخبطوا الكاسات في بعض يعني. وكان الهدف من الزيارة دي ان ايران تزود اسعار النفط واسعار البنزين تنزل في امريكا، لان جيمي كارتر حس ان شعبيته بتنزل، وحس ان الخيار الوحيد قدامه هو ان هو يقوم بالزياره دي. وعاوز اقول لك ان جيمي كارتر وهو بيقوم بالزياره دي كان مستاء جدا من نفسه وما كانش حاببها، برغم كده راح الزياره. هو نفس المشهد حاليا لو خدت بالك، ان جو بايدن او مرشح جو بايدن هدد بعزل السعوديه وخلاها منبوذه والكلام اللي احنا قلناه ده كله، برغم كده هو نفس الرئيس اللي رايح السعوديه. ده يوريك حاجه واحده في المشهدين، قوة النفط وازاي النفط ممكن يغير سياسة اقوى رئيس في العالم ويرقعه ويجيبه لحد عندك وانت ما عملتش حاجة، يعني انت ما عملتش اي تحركات ضده خالص، انت فضلت مستني لحد ما هو جالك برجليه. الاغرب هنا في المشهد ان مشهد جو بايدن يعتبر اسوأ بكتير من مشهد جيمي كارتر. ليه؟ لان جو بايدن ما قدموش خيارات كتير. يعني جيمي كارتر لما قام بالزيارة دي كان برضو عنده بعض الخيارات، كان ممكن يعمل اصلاحات داخلية الكلام ده كله، بس النهاردة احنا بنتكلم على ان جو بايدن استنفذ كل الخيارات اللي قدامه، والاخطر ان شعبيته بتنهار اكتر واكتر ومش في ايده ان هو يغير حاجة خالص. يعني الراجل سحب من الاحتياط الاستراتيجي لامريكا 1,000,000 برميل في اليوم. الراجل بيتكلم مع شركات النفط انها تزود الانتاج، بس خلي بالك ان الكاتب بتاع نيويورك تايمز بيقولك ان شركات النفط الامريكية مش من السهل تزود الانتاج تاني يوم، لان النفط الصخري ده عملية استخراجه عملية معقدة وبتاخد وقت كبير، ولو انت عاوز تبني خطوط انابيب جديدة ده هياخد سنين. فعشان انت تعيد البحث او تعيد التنقيب عن النفط في امريكا بعد ما منعته كرئيس امريكا يعني، ده هياخد شهور، ولو عاوز تبني خطوط انابيب هياخد سنين. الموضوع مش سهل، ولو جو بايدن عمل الموضوع ده دلوقتي اللي هيستفيد منه الرئيس القادم، لان جو بايدن كده كده هيمشي. خلينا متفقين جو بايدن اخره المده دي، فاللي هيستفيد من كل القرارات اللي هياخدها جو بايدن حاليا مش هو، والراجل ده لحد ما يمشي هيعاني. لان خد بالك دلوقتي اسعار البنزين في امريكا تخلي المواطن الامريكي يصرف $100 في محطة البنزين، ودي حاجة عمر المواطن الامريكي ما شافها، ان هو يحط $100 وهو داخل محطة البنزين دي ما شافهاش قبل كده، ما شافهاش. فده ممكن يؤدي الى غضب شعبي ويؤدي لثورة على جو بايدن. شوف احنا وصلنا من خطورة لايه، لان جو بايدن مش فاشل في ملف النفط فقط، ده فاشل في كل الملفات، فالموضوع هنا خطير جدا جدا، والراجل مش في ايده حاجة. والاكتر ان زيارة السعودية دي ما تتوقعش انها تغير اسعار النفط من هنا لبكرة خالص. نتائجها مش زي ما انت متوقع، لان روسيا عمالة تقلل النفط بتاعها، فالفراغ اللي بيتعمل ده مش سهل تعويضه. الموضوع خطير جدا جدا. الاخطر من كل ده ان اسعار النفط بتطلع وهتطلع قبل الزيارة او وقت الزيارة او حتى بعد الزيارة، هتفضل تطلع، لان مفيش اي مؤشرات تقول ان الاسعار هتنزل. ده كل المؤشرات بتقولك الاسعار هتقفز بعد كده. الاسعار لو فضلت تطلع اكتر من كده جو بايدن في خطر، مهدد بشكل غير طبيعي هو واعوانه الاوروبيين. خد بالك من الحته دي، انا هوريك فيديو لسكان المانيا ابتدوا يزدحموا على خطوط السكك الحديديه عشان مش عاوزين ياخدوا العربيات عشان النفط عالي، زي ما حضرتك هتشوف كده بالظبط. المثير للاهتمام هو ان منتجين النفط ابتدوا يتعلموا من ضربات النفط السابقه. يعني خد بالك ان النفط تم هبوط اسعاره لاقل من الصفر ايام كورونا، اول ما طلع فيروس كورونا ده سعر برميل النفط كان اقل من زيرو كمان في العقود الاجله. فمنتجين النفط ابتدوا يتعلموا بقى ان هو ما يزودش الانتاج لما يلاقي طلب عالي، وان هو يتقل شويه عشان الموضوع ممكن قدام ما يبقاش فيه نفس الطلب ده. فالموضوع بتاع تعلم مصدرين النفط من فيروس كورونا اذى الامريكان اكتر واكتر، واذى الاوروبيين اكتر واكتر. واخطر القرارات المجنونه اللي ممكن جو بايدن يلجأ لها، لجأ لها بالفعل، وهي ايه مثلا؟ وهو ان سمح لشركه ايني الايطاليه، سمح لشركه اسبانيه، وسمح لشركه شيفرون الامريكيه ان هم ينقلوا النفط من فنزويلا. فنزويلا دي على فكره عندها اكبر احتياطي من النفط في العالم، بس مشكلتها انها تحت وطأة العقوبات مش عارفه تطلع النفط ده،
لان امريكا قد حط عقوبات غير طبيعية على فنزويلا، لان الرئيس بتاعها يعني جاي بالتزوير وراجل يعني ما يعتبرش حد كويس. وبرغم كده قرار مجنون من الرئيس الامريكي ان هو بعت وفد من 3 سياسيين امريكان رافعين المستوى يقعدوا مع مادورو ده اللي هو الرئيس الفنزويلي، فحركة كانت مجنونة للغاية. امريكا لجأت لها ومبررة بالنسبه للشعب الامريكي، او الشعب الامريكي متفاهم ما عندوش مشكله خالص، وحتى السياسيين الامريكان ما بيلوموش جو بايدن على الحركه دي. تاني حاجه، جو بايدن انا جيت قلت لك هنا امبارح ان هو هيغمض عينه عن صادرات ايران النفطيه، مش هيبص لها قوي. يا باشا عاوز تطلع البترول بتاعك طلعه، والاكتر ان الراجل ده ممكن تتوقع نتيجه الازمه الاقتصاديه ان هو يشيل الحرس الثوري الايراني من قوام الارهاب، حتى بعد ما صرح ان هو مش هيشيله. شوف قد ايه، شوف قد ايه خطوره، قال لك ممكن يا عم يشيله. يعمل اي حاجه الرئيس الامريكي حاليا، ممكن يعمل اي حاجه تتوقعها او ما تتوقعهاش، لان دي رقبته، دي رقبته. وفي الاخر عايز اقول لك حاجه، طلع نائب امريكي اسمه ادم تشيف. ادم تشيف يعني الراجل ده هو رئيس لجنه الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي، طلع قال لجو بايدن انت ازاي رايح السعوديه؟ السعوديه ما ينفعش تروحها غير لما تغير سياسات حقوق الانسان فيها، وذهابك للسعوديه ده خطا ومش خطا والكلام ده كله. بس لو خدت بالك هتلاقي ده النائب الوحيد اللي طلع يعلق على الزياره. ليه؟ حزب الجمهوري بيسن السكاكين لجو بايدن، فيا باشا مصلحه روح السعوديه، روح السعوديه. عاوز تعمل اي حاجه في ايران اعمل، احنا قاعدين لك بالسكاكين ومنتظرين نتائج التجديد النصفي للكونجرس الامريكي، مستنيين يعني، اتفضل يا باشا اللي انت عاوزه روح. وفي الاخر انا عاوزك تفهم بس ان العالم قبل حرب اوكرانيا مش هيبقى هو هو نفس العالم بعد حرب اوكرانيا، واحنا شايفين التغيرات ماشيه ازاي، وشايفين اللي بيحصل في العالم حاليا، معاناه غير طبيعيه، وابتديت تشوف مناظر في اوروبا عمرك ما كنت تتخيل ان انت تشوفها، يعني الفيديو اللي كان طالع من المانيا ده غير طبيعي. واخيرا وليس اخرا، الفيديو اللي جاي هو فيديو عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واحتماليه اقالته النهارده، هنشوف هيعملوا ايه، هياكلوه ولا مش هياكلوه، بس خلينا نغطي الحدث ده لان هو حدث مهم. يا رب اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر العرب، وتحيا مصر، سلام.